يا أيها الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ففروا إلى الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا إلزم مجالس الذكر عساك تحقق أنا جليس من ذكرني ولو في غرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو بمسجد بمعزل عن الورى في ناحية خير من ساعات الطوال في فيء القصور العالي واغنم بفضل انتظار الصلاة إلى الصلاة مستقبلا غير ملتفت فإن الله قبل وجه المصلي إذا صلى ذلك أشد وطئا وأقوى مقيلا لعلك تصير ممن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فلن تمسهما النار أبدا فاللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك.